نبدأ اليوم محاضرتنا الثالثة من محاضرات الوورد. تكلمنا في محاضرتنا السابقة عن الانسرتاب وكيفية إضافة بعض الأمور إلى صفحة الوورد مثل كفر بيج أو التيبل. كذلك تكلمنا عن إضافة البيكتشر وكيف ممكن نضيف صورة موجودة عندنا على الحاسبة، أو ممكن نرسم صورة ونضيفها بعدها نخزنها إذا ما كان عندنا صور ونضيفها إلى صفحة الدوكيومنت اللي موجود عندنا صفحة الوورد. الآن بعد أن ضفنا هذه الصورة راح تظهر عندنا بعض الإعازات اللي بحيث ترتيب هذه الصورة كيف وضعها، كيف يكون موقعها على صفحة الوورد إذا كان عندنا تكست، وإذا مع الصورة كيف ممكن ترتيب هذه الصورة مع التكست. فراح يظهر عندنا تاب جديد اللي هو فورمات تاب. هذا التاب الجديد اللي هو فورمات، هذا يخص الصورة. بعد إضافة الصورة ظهر عندي هذا ناخذ هذا التاب. لحظة، راح ناخذ احنا عندي دوكيومنت هذا مكتوب به كتابة، اوكي، راح نضيف صورة الآن حتى نبدي نشرح عن محاضرتنا الجديدة. نضيف صورة، اي صورة هذه موجودة عندنا، تمام، ظهرت هذه الصورة عندي. هسه كيف راح يكون موضع هذه الصورة بالنسبة للكتابة؟ ممكن أريد الصورة تظهر في وسط الكتابة، ممكن على اليمين على اليسار. الآن أنا ما أقدر أغير مكانها، لاحظوا ما تتغير، لكن عندنا طرق حتى ممكن نرتب وضع الصورة مع التكست عن طريق أداة تسمى الراب تكست. راب تكست، لاحظوا هذه بعد أن ضفنا الصورة فورمات راح تظهر عندنا راب تكست، أو ممكن بعد أن نضيف الصورة راح يظهر في الأعلى جهة اليمين بشكل هذا الآيكون، هذا الراب تكست. If you want to move an image or object freely around the page, use wrap text option. حتى تقدر أنت تغير موضع الصورة هذه بالنسبة أو بالنسبة موضعها إلى التكست، أو موضع التكست بالنسبة للصورة، ممكن تختار wrap text. قلنا أما موجودة عن طريق الفورمات تاب موجودة، أو عند إضافة صورة تظهر على جهة اليمين بالأعلى هذه الآيكون. فعندنا عدة خيارات. الخيار الأول click square to wrap text around the border of your image. إذا ضغطت على square راح يكون التفاف النص حول حافة هذه الصورة، التفاف النص حول حافة هذه الصورة. أما إذا ضغطنا على click tie to wrap text closely يكون بصورة أقرب around a clip art image or irregularly shape، إذا بشكل غير منتظم فرح تكون بشكل أقرب. لاحظوا أنا فقط باتجاه التفاف النص فقط حوافي هذه الصورة، أما التايت هو يكون بشكل أقرب لهذه الصورة حتى لو كان شكل الصورة بشكل غير منتظم. كذلك عندنا click through and then click edit wrap point to drag the wrap point closer to the image so that text can fill in more of the negative space around the image. إذا ممكن نضغط على through راح تكون بشكل أقرب إلى الحوافي، هذه كل هالمساحة راح تتغطى إذا ضغطنا على through. كذلك ممكن ضغط على top and bottom to place the image on its own line. ممكن انه top and bottom راح تلاحظون انه الصوره الكتابه راح يكون الالتفاف فقط بالاعلى الصوره واسفل الصوره، ما يكون بجانبها. كذلك click behind text to display the text over image. اذا اختارينا خيار behind text راح تظهر الصوره خلف الكتابة، بمعنى أن الكتابة تصير أعلى الصورة. Click in front of text to display the image over the text. راح تكون الصورة في هذه الحالة in front، في أمام التكست، يعني أعلى التكست راح تظهر الكتابة كلها بالخلف، ما راح تظهر جزء من الكتابة، ما راح يظهر، راح يكون خلف الصورة. كذلك عندنا more layout options and then click text wrapping tab to change
where the text wraps or the distance between the text and image. إذا أنت ممكن تختار خيار more layout options حتى يظهر لك هذا الالتفاف النص حول الصورة بشكل أكثر دقة. ممكن تريد المسافة تكون أقل بين الكتابة وبين الصورة وممكن تكون أبعد وهكذا. نحاول الآن نطبق هذا اللي أخذناه. لاحظوا طلاب هسه أنا عندي document word هذا مكتوب تكست معين وجينا ضفنا هذه الصورة. لاحظوا بعد أن نضيفها شو راح يظهر لي؟ راح يظهر لي format tab. رأسا راح يظهر tab جديد اللي هو الفورمات. بداخله عندنا الراب تكست هذه التفاف النص. لاحظوا هذه كلها تظهر بداخل الراب تكست موجوده في الفورمات تاب. كذلك ممكن ايضا عندنا تلاحظون بس تضيف صوره راح تظهر لك هذا اللاي اوت اوبشنز. تضغط عليه لاحظوا راح يصير طبعا الان ما تقدر تحرر الصوره ان لاين وذ تكست هذه ما نقدر نحركها. لكن لو نضغط على راب تكست لاحظوا وذ رابينج تكست وذ رابينج راح تلاحظ انه انا اقدر احركها الان حتكون في منتصف الكتابه وتبدي تختار خيارات اللي موجوده تكلمنا عنها. لاحظوا اما عن طريق هذا المربع الموجود على اليمين او عن طريق الفورمات تاب راب تكست. وممكن نختار سكوير ممكن تايت لاحظوا تكون بشكل اقرب ثرو اذا كان عندي الشكل غير منتظم يبدي يدخل بين الاطراف هذا الشكل. كذلك عندنا توب اند بوتوم لاحظوا انه فقط تظهر التكست بالاعلى وبالاسفل الصوره اصبحت في الوسط لان يعني احنا اختارينا اختيار لاحظوا بها ايضا يعني مع الكتابه يوجد ايضا صوره فتلاحظون بالاعلى واسفل الصوره راح تظهر الكتابه. بيهايند تكست راح تظهر الصوره خلف الكتابه يعني الكتابه للامام والصوره الى الخلف. انه فرونت اوف تكست راح تظهر الصوره للامام وجزء من الكتابه راح يختفي عندنا. وكذلك بالنسبة لبقية الخيارات عندنا كذلك more layout option ممكن تختاره وتضيف المسافات بين الصورة والنص اللي احنا وضعنا. كذلك عندنا من ضمن الخيارات اللي موجودة bring forward or send backward if you have two shapes one on top of the other. إذا كان عندنا شكلين أنا ضفت شكلين إلى صفحة الدوكيومنت فممكن أختار bring forward or send backward. Bring forward bring the selected object forward one level so that it is hidden it's hidden behind the fewer object. إذا كان عندي two shapes لاحظوا هذه two shapes عندي المثلث والمستطيل فإذا أريد أن أضع أحدهم على الآخر ممكن أنه أأشر المثلث ونضغط على المثلث ونضغط bring forward فرح يجي إلى الأمام. أو ممكن نضغط على send backward send the selected object. أهم شيء هو selected object back one level so that it hidden behind more objects. إذا كان عندي two shapes نستخدم هذا الطريقة. أما bring forward نضغط على الشيب وأما bring forward or send backward. أيضا لاحظها هذه عندنا في الدوكيومنت. هسه أنا إذا أضيف شيب الآن راح نتعلم كيف نضيف شيب. أيضا راح تظهر عندي قلنا الفورمات راح تلاحظون bring forward و send backward. إحنا مشينا ب الفورمات هذه كل الخيارات تقريبا أخذناها وصلنا إلى bring forward و send backward. أيضا راح نضيف shape ونتعلم كيف ممكن نسحبها إلى الأمام أو إلى الخلف. rotating picture لو كان عندي صورة وأريد أعمل لها تدوير إلى اليمين إلى اليسار إلى الأعلى أو تدوير بزاوية معينة يعني مثلا أقول لك أعمل على rotate picture to مثلا 25 degree فمجرد أنه أنت تدورها 25 درجة. كيف ممكن نعمل هذا التدوير rotating picture? There are three ways to rotate a picture. Any picture we have three ways to rotate it. One way is to drag
its rotation handle to rotate it manually. As shown in figure, the rotation handle is a circle that appears above a picture when it's selected. لاحظوا لو كان عندي صورة مجرد تضغط عليها رح يظهر عندي هذا الكرة أو الدائرة الموجودة بالأعلى، فقط أنت تضغط عليها ممكن تعمل روتيشن تدوير لهذه الصورة. لكن هل عرفنا إحنا هذا التدوير إيش قد؟ ما نعرف، إحنا مجرد تدوير إلى اليمين إلى اليسار، لكن ما عرفنا الزاوية المضبوطة. This method works well when you know the look that you want to achieve, but you don't care what the numeric value of it. يعني أنت تريد تدورها في شكل معين، أنت ترغب في تدويرها باتجاه معين حسب النظر لها، حسب الشكل، لكن أنت ما مهتم بالديجري الحقيقية للتدوير. هذه الطريقة فقط للتدوير بدون الاعتماد على الزاوية بشكل مضبوط. The second way of rotating a picture is to open the rotate buttons menu from picture tools, format tab, arrange group, and choose to rotate the image to right or the or left by 90 degree. إذا الآن الطريقة الثانية ممكن أعمل التدوير 90 درجة مئوية. طيب 90 درجة أو ممكن أضغط عليه مرتين ينطيني 180، إذا أضغط عليه ثلاث مرات راح ينطيني 270. طيب هل أني أقدر أسوي 95؟ هذه الطريقة أيضا ما تصير. This method is quickest but is only good if you happen to want rotation in increment of 90 degree. هذه فقط تفيدك لما تختار زيادة 90 درجة. 90 نضغط عليها مرتين 180، ثلاث مرات 270. For example, you could use it twice if a row to rotate 180 degree. إذا لو ردنا نعمل الزيادة 180 درجة راح نضغط عليها مرتين. طيب the third way is to open rotate buttons menu and choose more rotation option, opening the layout dialog box and click on size group as shown in figure. الطريقة الثالثة هي اللي تصلح أن يكون نختار الزاوية الصحيحة. From there you can set a rotation amount in rotation text box from 0 to 359. This method is best when you need a precise amount of rotation. هذه الطريقة الثالثة هي الطريقة الصحيحة حتى نعمل تدوير، لكن التدوير يكون بزاوية محددة. طيب الآن نطبق الطريقة الأولى. قلنا عندنا لحظة، خلينا نضيف صورة معينة هنا. اوكي، قلنا الصورة من insert ونختار picture، هضيف نفس الصورة، أوضح حتى تطلع نفس الصورة راح أضيفها. طيب هذه الصورة اللي عندنا، لاحظوا هذه الكرة اللي موجودة أو السهم المعكوف، هذه الصورة هي اللي تعمل لي التدوير. لحظة شوية الماوس ده يخربط عندي. لاحظ هذه الكرة مجرد أنه أنا أضغط عليها ممكن أعمل تدوير للصورة، لكن هذا التدوير غير دقيق، راح يكون فقط تدوير بالشكل أنا أريد السهم يكون بهذا الشكل، بس أنا لحد الآن ما أعرف أي زاوية أنا دا أعمل هذا التدوير، فقط مجرد أضغط عليه. لكن الآن هذا الطريقة الأولى اللي هذا الفري هاندل. الطريقة الثانية ممكن نعملها عن طريق، لاحظوا الطريقة الثانية عن طريق الفورمات تاب وارينج جروب ونختار منها روتيت. لاحظوا هذا الروتيت راح يقول لي تريد روتيت رايت 90 ديجري، روتيت ليفت 90 ديجري، أو فليب فيرتيكال أو هوريزونتال، تريد التدوير يكون عمودي أو أفقي وهكذا. هذا إذا ضغطنا عليه، لاحظوا هسه خلينا نعدل الصورة هذه.
شوي الموز دا يشكل لي هذا مدى ترجع. تمام زين، هسه هذه الصورة عندنا. نعمل تدوير طريقة ثانية، الطريقة الثانية روتيت رايت، لاحظوا 90 درجة، هاي فقط تحرك لي اياها 90 درجة، إذا أضغط رايت مرة ثانية 90 درجة يرجع يلتف إلى اليمين 90، إذا صار الالتفاف 180 الآن، الآن صار إذا نضغط ثالث مرة راح يصير 90 270 وهكذا. لكن الآن لو أريد التدوير to the left، لاحظوا عندنا to the right و to the left وتغيرها أنت، تريد flip vertical or flip horizontal حسب ما أنت ترغب بي. طيب هاي الطريقة الثانية، الطريقة الثالثة نفسها عن طريق rotate from format tab arrange group، نختار rotate ونختار منها more rotation option، راح تشوفون التدوير بهذا المكان راح يكون تختار الزاوية. لاحظوا هسه هذا عن طريق روتيت راح اختار منها الزاوية، مثلا نفرض اختار 79 درجة، اوكي راح يعمل لي تدوير بشكل 79 درجة. هذا هو الطريقة الثالثة، هي اللي تكون تختار بها الزاوية الدقيقة، تكون بشكل ادق. لاحظوا لي ما عنده حاسبة، ها راح تظهر لكم Format Tab Arrange، هنا أنا Arrange Group وتختار منها Rotate و More Option، راح تظهر عندك هذه الدايلوج بوكس ويظهر لك الروتيشن، وتقدر تختار من صفر إلى 359 degree، تقدر تعمل التدوير إلى، هي طبعا 360 درجة، بس من يوصل 360 يرجع يوقف مكان الصفر، فلهذا ما كتبها. الآن إحنا تكلمنا على الكروب وقلنا الكروب موجود في البينت صحيح، لكن أيضاً بالوورد أيضاً عندنا كروب، كروبينج أ بيكتشر، بعد أن جبنا الصورة وضعناها في دوكيومنت معين ممكن أيضاً نعمل لها قص، أكيد أنه يوجد جزء معين من الصورة أنا ما أريد أضيفه إلى الدوكيومنت. كروبينج أ بيكتشر، to crop a picture is to cut away an the unwanted part of the picture from one or more side. You can then enlarge the picture if desired, resulting in zoomed in effect. Cropping is more commonly performed on photo than on clip art. To crop a photo, use the crop tool on picture tool format tab as described in the following steps. حتى نعمل احنا كروب قلنا نضيف صورة وممكن نحذف الأجزاء الغير مرغوب فيها، ممكن نحذفها وتصبح بشكل مناسب للدوكيومنت. Cropping picture أو cropping photo, use this step to crop photo that has already been inserted into a Word document. Select photo, نظلل أو نحدد الصورة أو الأوبجكت اللي موجود عندنا on picture tool format tab click crop button button black crop handle appear adjacent to the section selecting adjacent to the selection handle. Drag one of the crop handle inward to decrease the area of the photo. The area to be excluded appear gray. Repeat if needed for another selection handle. طيب احنا اولا نبدي باضافة صورة الى الدوكيومنت، نضيف صورة الى الدوكيومنت، بعدها نضغط على crop راح يظهر عندنا لاحظوا هذه الحوافي السوداء اللي موجودة عندنا هذه بالزوايا، ممكن تسحبها حتى تقلل الصورة وتقطع جزء معين من اليمين من اليسار من الاعلى، لكن ال unwanted area هذه المساحة ما راح تحذف، راح تظهر بشكل gray بشكل رصاصي، اوكي هذه الـ unwanted هذه اللي احنا نريد نحجبها تظهر عندك بشكل رصاصي، بحيث انه انت الجزء اللي قطعته ممكن ترجعه مرة ثانية الى الصورة. نحاول نطبق هذا، طبعا هاي كلها هي تطبيقية، هذه الأوامر اللي احنا بناخذها أغلبها تطبيقية، فكل ما تطبق كل ما راح تشوف تكون بالنسبة لك أوضح.
خلينا نغير الصورة نوضحها أكثر. طيب هذه الصورة اللي عندنا، مجرد نضغط عليها ونختار كروب. لاحظوا تختار الكروب، فتريد تقطعها بأي شكل تطلع تظهر هاي الحوافي. لاحظوا ممكن تسحبها، راح نقطع جزء معين من الصورة مثلا، بس هذا الجزء. لاحظوا الـ unwanted area، هذه المساحة اللي بقت راح تظهر بالشكل اللون الرصاصي. عندنا هذا الجري، ممكن أيضا نرجع مرة ثانية نستعيد هذا الجزء عن طريق فقط نرفع هذه الجوانب السوداء، وممكن تظهر عندي الصورة مثل ما أني أرغب لها. كذلك عندنا لاحظوا from format، عندنا الكروب أيضا، ممكن تقطع كروب to shape، بمعنى أنه أقطع هذه الصورة بشكل معين. هسه الآن قطعتها عمودي وأفقي، لكن ممكن أقطعها بشيب. مثلا أنا أريد أقطع هذه الصورة بشكل هذا الشكل باي. لاحظوا تختار القطع، أنت نوع القطع تختاره عن طريق crop to shape. وهذه أشكال عديدة موجودة عندنا، ممكن أي نوع نختاره ويظهر عندنا القطع. فالصورة ممكن تقطعها بشكل تكون منظم. uncropping uncropping picture أو photo use this step to reverse cropping on photo that has already been inserted into Word document. Select the photo on a picture tool format tab, click the crop button. Black crop handle appear over the edge of the cropped picture. The part you cropped out before are still visible in gray. كنا احنا اللي قطعناه هو موجود عندنا، مجرد نسحبه. Drag the crop handle to different location to re-crop or drag them all out the edge of the picture to uncrop. ممكن فقط نسحبها الى اليمين واليسار هذه الحوافي السوداء، فراح يظهر عندنا الجزء اللي احنا حذفناه. طبعا تكلمنا عن insert tab، احنا بداية اخذنا الفايل والهوم insert tab، تكلمنا عن cover page والبلانك والتيبل، هذه كلها اخذناها الان، واخذنا البيكتشر. الان راح ناخذ الشيب. الشيب كيف ممكن نضيف شيب معين إلى الدوكيومنت؟ كيف ممكن نضيف؟ عن طريق insert tab ونختار الشيب. A number of different shapes can be inserted from the insert tab into the document. These work in a standard way. When a shape is inserted, the drawing tool format tab is displayed. أيضا ما راح أضيف شيب معين إلى الدوكيومنت، أيضا راح يظهر تاب جديد اللي هو الفورمات تاب. لاحظوا الآن هذا الدوكيومنت اللي عندي، نرغب في إضافة شيب معين. لاحظوا أيضا insert ونختار شيب معين، شكل معين موجود عندنا. مثلا نختار هذا الشكل، فترسمه راح يكون هذا الشكل عندنا. طيب بعد أن نضيفه هذا الشيب، راح يظهر عندك تاب جديد اللي هو format. لاحظوا مجرد تحدده فورمات تاب، تتحكم بهذا الشيب. تريد تعمل تغيير بنوع الشيب هذا، اللون ممكن، التعبئة تتغير. لاحظوا ممكن نوع التعبئة تتغير. كذلك عندنا الشيب إفكت، ممكن تضيف إفكت على هذا الشكل. مثلا أنا أريد أضيف شادو، لاحظوا ظلال، أو ممكن أضيف له بهذا الشكل يكون مثل التدوير ويكون بشادو، وهكذا يكون بشكل مجسم أكثر. فهاي بالنسبة إلى الشيب. عندنا أنواع قلنا كثيرة من الشيبس اللي موجودة. أيضا في خيارات الانسرت تاب عندنا انسرت كومنت.
بعض الأحيان أنه تعمل دوكيومنت معين وتريد إشاركه مع أشخاص آخرين، أو تريد تكتب دوكيومنت معين وتضيف لنفسك ملاحظات، بحيث أنه من تقرأ مرة ثانية راح تظهر لك هذه الملاحظات عندك. طبعاً insert comment أيضاً comment are displayed on the side of the document. Editor of the document can use comment to suggest a change to the document. إذن وين موجودة؟ في جانب هذا الكومنت أو التعليق، أنت تضيف تعليق للكتابة اللي كتبتها بالوورد أو الدوكيومنت اللي كونته، تضيف تعليق معين حتى ممكن هذا فد اقتراح معين تضيفه إلى الدوكيومنت as a question or as a method of communication to others viewing the document. أو ممكن هذه في الطريقة أنه تسأل، تكتب هذا الدوكيومنت، هسه مثلا هذا دوكيومنت عندي، أضيف لكم هنا سؤال، فد ملاحظة، فد تعليق معين. أنتوا أثناء ما تقرون راح تلاحظون هناك تعليق أو سؤال معين أو إضافة معينة، فالتغيير معين هذا تلاحظوه عن طريق إضافة insert comment. Comments work particularly when a document is saved on SkyDrive or another shared area and shared with multiple people. ممكن إنه أنت تخزنه في أي مكان هذا، لكن تعمل له share، إنه تعمل له مشاركة مع أشخاص آخرين، في ممكن كل شخص يضيف تعليق معين. مثلاً أنا أكتب معادلة معينة، كتبت معادلة بالوورد أو فد اشتقاق معين، راح أضيف تعليق إنه هذا الاشتقاق ناقص فد something. شخص آخر، أستاذ آخر، راح يجي يقرأ هذا الاشتقاق، راح يقول لي هذا ناقص، هذه الفقرة ناقص شيء، إذا راح يضيف تعليق. فإذا هذا يشتغل أفضل لما أنت تعمل مشاركة مع الآخرين. سكاي درايف هو مساحة خزنية تكون عندنا، توفر لنا إياها، تكون موجودة عندنا ونخزن بها أي دوكيومنت تقدر في مكان. مثلا أنت خزنت هذا الدوكيومنت عندي بالحاسبة، عندك أنت حساب و على سكاي درايف، ممكن تذهب إلى مكان آخر حاسبتك ما معك، فممكن أنت تدخل على حسابك وتفتح هذا الحساب ويظهر عندك الدوكيومنت، ممكن تشاركه مع أشخاص آخرين. Each person can add their own comment which can be seen by everybody with access to the document. كل شخص يقدر يدخل، أنا مسويت له مشاركة لهذا الدوكيومنت، ممكن أيضا يضيف هذا الكومنت. الطريقة select the text that you want to comment about. مثلا ظللنا جزء معين من التكست أو الكتابة اللي موجودة، click insert comment, type a comment. ومجرد insert comment راح يظهر عندك مربع حوار هذا، لاحظوا، وتبدي تكتب إنه هذا، أو مثلا أسماء طلاب، ممكن أكتب يمهم هذا الطالب موازي، هذا الطالب استضافة، يعني ممكن تضيف تعليق، ممكن ملاحظات نفسك تضيفها، وممكن تضيف تغييرات وتشاركها مع أشخاص آخرين. Clicking the comment highlight the text that is selected. Replying to comment حتى إحنا نجاوب على هذا التعليق، شخص أضاف لنا comment معين. Once a comment has been inserted it can be replied to so the original author can الكاتب الأصلي أو المحرر اللي كتبه هذا can explain the change that has been made as a result of a comment. وممكن يكتب أي تغيير أو أي تعليق بهذا الكومنت. To reply to حتى ترجع الإجابة to a comment, click comment and click the button on right hand side. مجرد أنت تضغط على الكومنت و في مكان معين تضغط الإجابة أو الرد على شخص قام بالتعليق إلى الدوكيومنت الخاص به. Deleting comment to delete a comment select comment and click delete on the comment group of review tab. حتى أنت تعمل حذف لهذا الكومنت، ما تريده، انتهى، كتبت تغييرات معينة وعلقه وتريد تحذفه، فممكن من review tab نختار delete comment. لاحظوا الآن عندي هذا الدوكيومنت مثل ما
لنا مجرد تيست هذا حتى نطبق عليه محاضرتنا. اوكي، فمثلا هذا الجزء أنا راح أظلله، اوكي، ونحدده ونذهب إلى insert ونختار منها comment، راح ينطيني تعليق لاحظوا يخص هذا الجزء. فش راح يصير؟ هذا راح يعمل highlight، راح يصير بإضاءة. فأني راح أكتب مثلا مثلا راح أكتب أي شيء، مثلا computer، اوكي. هسه أنا أضيف التعليق، يجي شخص آخر يضيف تعليق، مجرد أنت هو راح يكتب هذا الشخص، أنت تبدي تضيف تعليقات تخص هذا الجزء من الكتابة. لاحظوا من أبعدت الكليك عن الكومنت، لاحظوا من مجرد تبعده يذهب يختفي الهايلايت، فقط تقف عليه راح يظهر مرة أخرى إنه هذا الكومنت يخص هذا الجزء من الكتابة. حتى أحذف هذا الكومنت نذهب إلى ريفيو تاب ونختار منها ديليت، لاحظوا ديليت سوري ديليت كومنت وراح أحذفه. كذلك ممكن أنت تضيف كومنت جديد وتضيف تعليق آخر في أي مكان آخر. بالنسبة إلى insert tab عندنا قلنا كثير من الأمور نضيفها عن طريق الانسرت. لاحظوا هاي أخذنا البيكتشر والشيب، سمارت ارت عندنا، كذلك عندنا والكومنت. الآن وصلنا إلى الهيدر أند فوتر. هيدر أند فوتر إنه نضيف هوامش عليا وهوامش سفلى للدوكيومنت حتى ترتب الدوكيومنت بشكل ملائم لك. تضيف هامش، طبعا هذه الهوامش شنو الفائدة منهم؟ أولا تكون بارزة بالأمام بالأعلى أو بالأسفل، ثانيا أنه هذه راح تتكرر في كل صفحة موجودة عندك بالدوكيومنت. هذه فائدتها، أنه أنا لو تلاحظون محاضراتي كلها بالأعلى مكتوب كمبيوتر ساينس، اسم مثلا اسم التدريسي لكتشرر، اسم جامعة نينوى، التاريخ، اسم هذه كلها ممكن أنه في كل صفحة تتكرر. أيضا بالفوتر ممكن أكرر أمور ثانية، مثل أقدر أضيف رقم الصفحة مثلا page 1 2 أقدر أرقمها A B C، تقدر ترقمها بأشكال، يعني هناك عدة فورمات ممكن تختار منها جاهزة وتختار منها شكل الهيدر and footer. Header on the insert tab in the header and footer group click header. Insert a header for the document. Clicking the drop down will display the number of header preset by word or saved by user using quick part. إذا ممكن مجرد تضغط على السهم الموجود على الهيدر راح تلاحظ عدة number of header preset مرتبة سابقا، عدة هوامش عليا مرتبة بشكل سابق، أو ممكن تختارها أنت تخزنها عن طريق مثلا تنزلها من الإنترنت وتخزنها عندك. Clicking edit header allows the current header to be edited. مجرد أنه edit header راح يبدي ممكن تحررها وتضيف أشياء أخرى لها. The header and footer tools design tab is displayed. فلاحظوا هسه راح نضيف إلى الدوكيومنت اللي موجود عندنا، هذا الدوكيومنت الموجود، ونختار من insert ونختار عندنا header and footer. لاحظوا مجرد تضغط السهم تظهر لك عدة هوامش تكون مرتبة بشكل، أما تكون blank أو تريدها blank three columns يعني تكون بشكل على اليسار تقدر تكتب، وفي الوسط وإلى اليمين، وهذه الأشكال اللي موجودة عندنا. لاحظوا تريدها بهذا الشكل، يعني كثير أمور عندنا، وممكن تختارها from internet أيضا. وأدت هيدر اللي نحن نقدر نحرره ونرتبه بالشكل اللي نرغب به، أو ريموف ممكن تحذفه. الآن راح نضيف أي هيدر موجود عندنا هوامش عليا، مثلا اختاريت هذا، لاحظوا أصبح بالأعلى هذا الهيدر. طبعا الكتابة عندما تضغط على الهيدر الكتابة تكون بشكل فاتح. الآن بعد أن وضعت في داخل الدوكيومنت كليك راح تكون الكتابة في الهيدر بشكل فاتح، لون الفاتح.
لاحظوا الآن هسه ممكن نضيف مثلا كمبيوتر. اوكي هاي المادة مثلا اليوم شنو؟ مثلا 27/2. لاحظوا هسه الآن أنا ضفت هوامش عليا للدوكيومنت. لو تلاحظ هذه الهوامش راح تكون مكررة في كل صفحة موجودة عندنا، ايش قد تضيف صفحات راح تظهر عندك هذا الهامش العلوي، فائدته انه يتكرر. طيب كذلك عندنا الفوتر بنفس الشيء، نفس الشكل ايضا راح تتغير عندنا، تضيف عندنا قوالب جاهزة موجودة مخزونة، او ممكن انت تضيف فروم النت ممكن تضيف قوالب اخرى. فائدتها هذه مثلا نضيف تعليق، العفو نضيف توقيع، او ممكن نضيف رقم الصفحه، او يعني امور تريد تضيفها انت اسفل الصفحه. لاحظوا هذه اسفل الصفحه كمبيوتر مثلا تريد تضيفها اسفل الصفحه، فد هوامش معينه، وايضا راح يتكرر في كل الصفحات. هذه بالنسبه الى هيدر اند فوتر. ايضا تظهر لنا ديزاين، لاحظوا ديزاين تاب ظهر هيدر اند فوتر تولز، وتظهر لنا ادوات كلها تخص الهيدر اند فوتر عند اضافه الى الصفحه، عند اضافتها الى الصفحه. كذلك ممكن نضيف بيج نمبر اون ذا انسرت تاب ان ذا هيدر فوتر جروب، كليك بيج نمبر. Choose where to display the page number, selecting each of the option. أي مكان تريد تضيف أنت الـ page number، تريد تضيفه top of page, bottom of the page, page margin, حدود, current position، أي مكان تريد تضيفه يحدد. Will display a number of set formats for the page number. Select format page number allows different number of format to be chosen and different numbers to be set for different section of a document. إذا ممكن أنت تضيف page number، لاحظوا هسه هذه الصفحات اللي موجودة عندي أنا ضفت بها ال page number. لو تلاحظون أنا كل ما أكرر كل ما أقلب بالدوكيومنت هذا راح تلاحظون تتكرر عندي first stage college of medicine university of نينوى، اسم التدريسي وكمبيوتر ساينس، والماده اللي هي عندنا مايكروسوفت وورد 2013. ممكن ايضا شعار الضيف، هذا كله بال موجود في الهيدر. طيب الان نضيف بيج نمبر. لاحظوا هذا الدوكيمنت اللي عندنا قلنا فروم انسرت، ونختار منها البيج نمبر، وتظهر عندنا ايضا قوالب تريده اذا توب راح يظهر لك بهذا الاشكال اللي موجوده عندنا هذه التوب، او تريده عاده الرقم يضاف في اسفل الصفحه، وتضيف رقم صفحه بالشكل تريده على اليمين على اليسار. مثلا بعض الاحيان يضيف لنا بيج 1 اوف 10، مثلا عندي 10 صفحات فيقول لي 1 اوف 10 2 اوف 10، يعني هو عدد الصفحات الكلي، ويقول لي الصفحه اللي انا واقفه عليها هل هي page 1 page 2 وهكذا. كلها ممكن لاحظوا هذه الاشكال تختارها وتضيف رقم صفحه الى الدوكيومنت. كذلك ممكن اضافه text box ايضا عن طريق الانسر تاب. on the insert tab in the text group click text box and then click draw text box. ممكن نضيف مربع معين تكتب به تكست في مكان معين تريد ترتبه بشكل يكون منظم، فممكن تضيف التكست بوكس. click in the document and then drag to draw the text box the size that you want. A text box is a graphical element that contains text. It is often used when creating a leaflet to insert text amongst the number of graphical objects. It could also be an information box. هو مربع معلومات تضعه في أي مكان في الصفحة، في أي مكان في الصفحة أنت ترتبه بشكل ترسمه، مجرد تضغط عليه وترسمه بالمكان اللي تريده. لاحظوا تريده على اليمين، تريده في الوسط، مربع صغير أضيف به ملاحظة معينة الدوكيومنت. لاحظوا
أي شكل تختاره أنت. It is a way of breaking up document into bit-sized chunk of information. Clicking the text box button will display a number of pre-formatted text box to choose. إذا مجرد أنه أنت تضغط على text box راح تضيف مربع للنص يكون كأنما تعمل بلوك، كأنما تعمل قطع من المعلومات موجودة في الدوكيمنت. Select any of the pre-formatted text box and enter your own text. وممكن تكتب أي text تريد تكتبه داخل الدوكيمنت. هسه هذا الدوكيمنت اللي عندنا. Okay. طيب من insert ونختار التكست بوكس وانت تختار الشكل اللي تريده. لاحظوا عندنا عدة أشكال موجودة، تريده بشكل عمود يظهر لك بهذا المكان، طبعا بعض الأحيان ترتبه على اليمين على اليسار وسط، تريده صغير، تريد ما تظهر شكل لاحظوا إذا ضفت هذا تريد ما يظهر شكل اللون فأنت من راح تكتب كأنما أنت دا تكتب في ورقة تقطع بيها وتبدي تكتب بالشكل اللي أنت تريده. لاحظوا هذا الكتابة بشكل عمودية، هذا الكتابة كلها تكون بشكل عمودية الداخل، يعني إحنا لو نكتب document نكتب بالأفقي، لكن هذا بشكل عمودي راح تظهر في الكتابة حسب الشكل اللي أنت تختاره. كذلك ممكن إضافة word art on the insert tab in the text group. Click word art. The drawing tool format tab is displayed, allowing you to create text with word art formatting. Choose a style, then type the text. فأنت مجرد تريد ضيف word art تختار الشيب اللي يناسبك وبعدها تكتب التكست، وأيضا راح يظهر لنا format tab. لاحظوا هسه هذه صفحة جديدة وأيضا نضيف عن طريقها الوورد آرت. لاحظوا هذه الأشكال اللي موجودة عندي، مثلا راح أختار هذا الشكل، فمن تكتب بداخله يظهر بالشكل اللي أنت اختاريته. تمام، أيضا من نضغط عليه لاحظوا الوورد آرت أيضا يظهر لي فورمات تاب، وأيضا راح أضيف بها أشكال قلنا، وممكن أضيف شيب إفكت شلون تريد الشيء حسب الشكل، وممكن أضيف الشيب إفكت منه تريده 3D روتيشن مثلا بتدوير حسب ما أنت تريد شكل اللي تختاره شيب إفكت. أيضا ممكن إضافة الديت أند تايم. Insert date and time into the document. The format can be selected. Date can be created to update automatically when the document is opened or to be fixed date. إذا التاريخ اللي أنت ضيفه إلى الدوكيومنت، أما تريد تاريخ يتحدث automatically بمجرد تفتحه مثلا اليوم 27 فتحنا حيظهر لي 27/2، لكن أفتحه بعد يومين راح يطلع لي 29/2، او تريده فيكس ديت انه تضيف تاريخ ثابت كل ما تفتحه راح يظهر لك 27/2/2022. وايضا ممكن لاحظوا خلينا نضيفه حتى يكون واضح عندكم، اضافه ديت فروم انسرت تاب ممكن نضيف الديت اند تايم، طبعا بي كثير تفاصيل هذا، أنا فقط راح أعطيكم الأشياء البسيطة. مثلا نختار إنه هذا التاريخ اليوم، الآن الساعة مثلا 9:20. أوكي ضفنا، لكن لو تلاحظون لو أضيف ديت وأن اختار update automatically، فكل ما أنت مجرد تختار هذا
كل ما يرجع يفتحها مرة ثانية راح أحدث لي الوقت، تمام؟ وعندنا أيضا من insert tab أيضا drop، لاحظوا drop cap allows the beginning of paragraph to be formatted with a drop cap. لاحظوا هذا الحرف الأول راح يكون بشكل أكبر من بقية الكتابة. select the text that the drop cap should apply to. مجرد أنه تضغط على التكست اللي ترغب بإضافة دروب كاب، وأول شيء نحدد التكست بعدها نضغط على دروب كاب، وراح يتحول الحرف الأول إلى شكل آخر أو أكبر يختلف عن بقية الكتابة. كذلك عندنا من إنسر تاب، كلها راح نطبق هذا إن شاء الله بالمختبر السبت القادم. اليوم آخر محاضرة عندنا بالوورد، والسبت القادم يكون إن شاء الله المختبر اللي يخص هذه المحاضرة، والسابقة أيضا كان عندنا بعض الأمور أيضا نطبقها. كذلك من insert tab ممكن نضيف symbol، symbol group ممكن نضيف equation وsymbol، ممكن نضيف رموز إلى الدوكيومنت، وممكن نضيف equation معادلة معينة. مثلا عندي معادلة الدستور أريد أضيفها إلى الدوكيومنت، ممكن أكتبها أما تكون جاهزة عندي داخل الدوكيومنت، أو ممكن أني أكتبها بطريقة معادلات أني يجوز ما جاهزة ما موجودة عندي فأكتبها، هناك طرق لكتابة المعادلة. نلاحظ هذا أيضا بالتطبيق راح يكون واضح عندنا. equation insert a pre-formatted equation into the Word document for example the quadratic formula. كيف ممكن أضيف هذه quadratic formula الصيغة التربيعية أو الصيغة المعادلة التربيعية، يمكن هذه نضيفها عن طريق الانسرت equation. كذلك ممكن أنت تضيف معادلة، لاحظوا عندنا الفراكشن الكسور الأسس عندنا التكامل، هذه كلها موجودة عندك ممكن تدخل عليها. إذا تريد تضيف معادلة بها تكامل راح يضيف لك، تضغط على انتجرال وتضيف عن طريقها جميع الخيارات بحيث تضيف المعادلة التكامل وتضيف الحدود العليا والسفلى وهكذا. Additional equations can be found from Microsoft Online or can be created using the insert new equation option on the drop down. You can also build your own ممكن تبني معادلتك أنت equation using the library of math symbol and structure. إذا ممكن أنت تبني أو تعمل معادلة معينة أو صيغة رياضية معينة تكتبها بشكل عن طريق symbols اللي موجودة عندنا. وكذلك finally we have symbol، ممكن تضيف رموز معينة insert a symbol that are not on your keyboard. بعض الرموز ما موجودة بالكيبورد تحتاجها، مثل الرموز اللاتينية ممكن تريد تضيفها أنت إلى الدوكيومنت، فعن طريق الانسر تاب symbol ممكن تختار منها choose from a variety of options including mathematical currency and copyright symbol. إذا عندك رموز رياضية والعمل وكثير من symbols اللي مخزونة عندنا في الوورد. لاحظوا نطبق هذا. لاحظوا طلاب عندي هنا من insert tab اخذنا طبعا هاي الديت والتايم والسيجنتشر، هاي كلها ممكن تضيفها، التكست بوكس الوورد ارت كلها تكلمنا عنها. الان عندنا الايكويشن، كيف ممكن اضيف معادله أو صيغة رياضية معينة. لاحظوا مثلاً الـ area of circle، إذا أضيف لك أطلب منك بالامتحان write an equation of area of circle، ممكن أضيف ليها. كيف راح تنطيني الطريق؟ إنه from insert tab symbol group تختار equation ونضيف منها الـ area of circle binomial theorem ممكن متعددة الحدود كيف ممكن أضيفها وهكذا. هذا السميشن، هذه كلها طرق لكتاب، لكن هاي جاهزة، لكن ممكن تضيف عن طريق الانترنت. لاحظوا الساين الدوال المثلثية الساين والكوساين والإكسبوننشال، هذه كلها ممكن تكون جاهزة عندك تضيفها، لكن إذا ما عندك ممكن أما تضيفها from
office.com ممكن تضيفها from net، أو ممكن من الإنترنت، أو insert a new equation وتبدي أنت تكتب المعادلة اللي تريدها. كذلك عندنا بعض الرموز اللي نريد نضيفها إحنا. لاحظوا هذه الرموز اللي ما موجودة في الكيبورد، هذه الرموز اللي موجودة summation، الأكبر وأصغر، dividing، infinity، هاي كلها الألفا وبيتا وقا، هاي كلها ما موجودة عندي في الكيبورد، ممكن نضيفها. لكن أيضا عندنا more symbols ممكن نضيفها. لاحظوا هذه أنواع من السيمبلز اللي موجودة عندنا، تريدها mathematical operator، تريد number forms، لاحظوا هذه كلها currency symbol، لاحظوا الكرنسي، أوكي، كلها أنواع موجودة عندي. وهاي الأير أنواع الخطوط أيضا، كيف ما تريد أنت كلها موجودة عندك. راح تكون إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لكم، فقط نضغط طبعا على insert وينضاف هذا السيمبل الرمز إلى الدوكيمنت. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة عندكم. أي سؤال ممكن تكتبوا لي، إذا عندكم سؤال طلاب حاولوا تكتبوا لي بالشات الآن. امتحان نص السنة، هذه المحاضرة الأخيرة اللي هي داخلة، محاضرتين introduction أخذنا، والويندوز جميع المحاضرات الويندوز والوورد، ثلاث محاضرات الوورد، وعندنا انطيتكم صفحات الشورت كات ايضا، كلها نازله المحاضرات على الكلاس روم، كلها متوفره عندكم. بعد عندكم سؤال عيني، رابط الحضور هسه راح انزله لكم، هذا رابط الحضور ايضا نزل بالكلاس روم. عندكم سؤال بعد؟ طيب حاولوا تكتبوا لي حتى أشوف إذا أكو أسئلة. نتوقف إلى هنا بالكورس الأول، أي انتهت محاضراتنا، كملنا الوورد. ممكن أنه نمتحن بهذه المحاضرات كلها بعد الكورس الثاني، راح نبدي نص السنة عليه 20 درجة، لا تنسون احنا هذه كل اللي اخذناه عليه 10 درجات، التطبيق العملي والهوم ورك اللي اعطي لكم هذه كلها عليها 10 درجات، والكوزات اللي امتحناها نصف السنه عليها 20 درجه. حاول تقرا، ولانه ما بي مجال اي مساعده، لا بي هوم ورك ولا بي مشاركات صفيه، حاول تحصل درجه بي. والماده سهله الحمد لله والشكر. عندكم بعد اي سؤال؟ طيب أنا أعطيتكم هومورك أيضاً يخص هذه المحاضرة، خلي نحاول نتعرف على الكلمات اللي أعطيتكم إياها أنا، أو المعلومات، الأسئلة. لاحظوا rotate picture 35 degree، السؤال الأول rotate picture 35 degree، بمعنى إحنا نضيف أول شيء حتى تكتب لي الخطوات، أول شيء نضيف insert picture، بعدها نختار الطريقة، احنا قلنا أي طريقة اللي نحدد بيها، شرحتها بالمحاضرة، أي طريقة نحدد بيها درجة التدوير. درجة التدوير الطريقة الأولى قلنا راح يدورها عشوائي، الطريقة الثانية يدورها 90 درجة، وكل ما زيد الضغط على 90 حيصير 180، زيادة 90 درجة. لكن الطريقة الثالثة ممكن تدويرها بدرجة معينة، تمام. الطريقة الثالثة هي اللي يتم تدوير بالدرجة المعينة. Crop a photo that has already been inserted into Word document. كيف ممكن نقطع؟ احنا ضفناها، ما نكتب خطوات إضافة الصورة، طالما هذه الصورة اللي موجودة عندنا يقول have been inserted، إذا هي موجودة، فقط اعمل لها قطع، فقط نذهب على الكروب واللي موجود عندنا في الدوكيومنت، وممكن نعمل قطع. Insert cylinder shape to your document. cylinder شنو هو؟ الاسطوانة، مو صحيح؟ زين كيف ممكن أضيف اسطوانة إلى الدوكيومنت؟ تكلمنا عنه، قلنا من insert ونختار، طالما هو ده يقول لك insert shape cylinder shape، راح تختار أكيد طلاب. الرابط نزل بالكلاس روم هسه أنزله لكم.
ياخذه، خلي أدخل عليه أحسن. هذا الرابط مرة ثانية راح أنزل. نزلته تمام. أي شوية اليوم عندي خلل بالماوس لهذا مدى أسيطر عليه. قلنا الأسئلة نرجع عليها مرة أخرى. Insert a cylinder shape to your document. قلنا حتى نضيف cylinder. cylinder هو الاسطوانة. شلون نضيفها؟ مجرد إنه تذهب إلى Insert tab وتختار shape. وين هالshapes اللي موجودة؟ هذه الأشكال. ونختار السيلندر. لاحظوا وين السيلندر؟ موجود شكل السيلندر هذا مثلا. تريد تضيف الشيب، لاحظوا، فقط ترسمه، تختاره وترسم هذا الشيب. تمام. كذلك عندنا insert comment to your document. insert comment ايضا اذا نريد نضيف comment، تعليق الى الدوكيمنت، بداية نحدد نحدد النص اللي نريد نضيفه للدوكيمنت، بعدها نذهب الى insert comment ونضيف comment الى الدوكيمنت. insert quadratic formula، صيغه التربيعيه to your document. اذا احنا نريد نضيف فورمولا، صيغه رياضيه، كيف؟ ايضا from insert ونختار منها symbol group. insert tab، اكتب لي المسار صحيح. insert tab و symbol group ونختار منه equation، ومنه نختار الـ quadratic formula. لاحظ موجودة عندنا جاهزة، إذا موجودة راح نضيفها رأسا، إذا ما موجودة نختارها من more equation from office.com، or ما موجودة عندي أني أكتبها insert new equation وأبدي أطبع هذه الـ equation الخاصة بي. ولهنا انتهت محاضرتنا وانتهت الأسئلة، نحاول نطبقها كلها الأسبوع القادم. السبت القادم عندنا مختبر، وإذا عندكم سؤال حاولوا تكتبوا لي الآن. عندكم سؤال عيني؟ أكو سؤال طلاب؟ عيدي السؤال الرابع. تمام. insert comment to your document. هسه هذا أني comment معينة مثلا راح أضيفه. هذا السؤال الثالث والرابع، أوكي؟ بس مجرد أظلل التكست. بعدها نذهب إلى insert ونختار insert comment. أوكي؟ راح يضيف لي مثلا، راح اكتب هذا السؤالين، راح اكتب عليها VIP. هذا تعليقي فقط. فمن اجي طبعا هذا اسم يعني صاحب الحاسبه اللي الحساب اللي دا اشتغل بيه اني. فمجرد اني كتبت VIP، كل ما توقف على هذا التكست او توقف على عفوا على هذا الكومنت راح يظهر لك التكست المحدد. مثلا ترى السؤال الثالث والرابع هاي اسئله مهمه جدا. تمام؟ زين دكتورة، أي شيء نضيفه للإنسرت للدوكيومنت من إنسرت؟ أي شيء نضيفه للدوكيومنت؟ أي تقريبا يعني هسه أنا إذا تلاحظون ضفت الكوفر بيج، بلانك بيج، التيبل، البيكتشر، الشيب، كلها من إنسرت. إضافة هو الإنسرت مجرد أنه من اسمه مبين أنت تضيف شيء معين للدوكيومنت كله عن طريق الإنسرت. لكن الهوم، لاحظوا الهوم تاب يختلف، كله فونت ستايل والباراجراف، كيف تنظم الصفحه، حجم الخط، نوع الخط، انت مجرد تفهمه راح تعرف كل شيء تضيفه، تضيفه فروم انسرت، والتنظيم كله عن طريق الهوم. اما الادوات اللي نستخدمها بالسيف والسيف اس كلها موجوده في الفايل. معلومات تخص الدوكيومنت، الانفورميشن، كلها موجوده عن طريق الفايل. دكتور عيدي السؤال الخامس. insert quadratic formula to your document. any formula, any equation you have to insert to your document, you should go to insert tab and insert tab symbol group and choose equation. okay, منا ممكن اضيفه، لاحظوا راح يطلع لك مربع، مربع تكتب به تايب ان ايكويجن، مجرد تضغط عليه يظهر لك مربع تضيف منه الايكويجن. فلاحظوا عندنا هذه تريد، طيب تريد كيف ممكن تطبع؟ تريده بشكل فراكشن، تريده بشكل كسر، كيف ممكن تطبعه؟ هذا كله عن طريقه تقدر تضيف. طبعا الكوادراتيك اني انطيتكم اياها بالمحاضره، ايش ضفتها؟ لاحظوا بالمحاضره مالتي
آخر يمكن بالبداية أعطيتكم، يمكن هذه صيغة الدستور يسموها، والله ناسية يعني بصراحة. أي موجودة الكوادراتيك، لاحظوا بالمحاضرة هذه، ناقص بي زائد ناقص بي تربيع ناقص 4AC على 2A، هذه كوادراتيك فورمولا. حتى تكتبها ممكن تكتبها، لاحظوا أول شيء تكتب الإكس يساوي وتكتب الكسر، وبالأعلى تكتب هذا الجزء. أنا أريد منكم بالمختبر أنتوا تطبقوا، تكتب لي هذه المعادلة، حاول تطبقها بيدك. تمام؟ عندكم بعد شيء يعني؟ أي سؤال؟ أكو شيء ما واضح؟ تمام، السبت مختبرنا، تحاولون أي شيء عندكم خلال الأسبوع أيضاً، أي شيء تحتاجوه تطبيق بالمختبر إذا أنا ما موجودة، ست آلاء موجودة بالتسجيل تسألون عليها، غرفتها يم التسجيل بالوثائق تكون موجودة، تفتح لكم المختبر اللي يحب يطبق، اللي عنده شغل على الحاسبة ممكن نفتح المختبر لكم. السبت القادم أيضا عندنا مختبر، نحاول نطبق بالمحاضرة السابقة وهذه المحاضرة، نقدر نعمل copy paste. أي طبعا نقدر نعمل، إذا أنا كان عندي معادلة في دوكيمنت معين أخذ لها كوبي وأجيبها بالدوكيمنت مالتي ونعمل لها بيست، طبعا أقدر. بس أنا من أقول لك ضيف لي صيغة رياضية، لا تقول لي كوبي بيست بالامتحان، لا، أنا أريد الخطوات تروح insert equation، ما أريد تعمل لي كوبي بيست، بس عمليا أنت تقدر تعمل كوبي بيست. تمام؟ بعد منو عنده سؤال؟ طيب ننهي المحاضرة، شكرا لحضوركم، إن شاء الله استفاديتوا من المحاضرة. اللي وصل والله دا أشتغل بالواجبات بصراحة، طلاب عدد كلش كبير وعدد الواجبات كثير، فأني بعدي دا أشتغل بيها أكملها وإن شاء الله أنزلها لكم إن شاء الله. شكرا لحضوركم.